إن كان بعض الناس بيعتبر إن كلمة سيدنا دي تعتبر نوع من الغلو، فهؤلاء مخطئون بلا شك، مخطئون. نعم السيد الله ورد هكذا في الحديث، السيد الله، ولكن هذا الأسلوب بما يحمله من دلالة الحصر، من دلالة الحصر، لا يعني نفي السيادة عن غير الله، وإنما يعني إثبات الكمال له سبحانه وتعالى في السيادة، إثبات الكمال، لكن ما ينفيش السيادة عن غير الله سبحانه وتعالى. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال: أنا سيد ولد آدم، وقال: الحسن والحسين سيد شباب أهل الجنة، وقال: إن ابني هذا سيد، إن ابني هذا سيد، وفي القرآن: وسيدا وحصورا ونبيا من الصالحين. لا شك أن إطلاق السيادة في جانب الله أو في جانب رسول الله أو في جانب أهل البيت أو في جانب الصالحين أو لا شيء فيه، لا شيء فيه أبدا. فالغلو له صلة بالمعتقد وليس له صلة بما يتحلى به الإنسان أو يتجمل به الإنسان من الألفاظ الكريمة التي يتألف بها القلوب. أنا قلت الكلام ده من باب يعني التنبيه على الفرق بين الغلو والعلو، الغلو والعلو. فهنا العبد ده يقول لمولانا جل جلاله، يقول له: أتستهزئ مني؟ كلمة ما ينبغي، يعني لو أن إنسانا منا قالها لأخيه في الدنيا لغضب منه. أنا لو قلت لأخوي أو لصاحبي أو لصديقي أنت بتستهزئ بي، يغضب. بنو إسرائيل قالوها لموسى، وخلي بالكم الاستهزاء صفة نقص، ولذلك لما سيدنا موسى قال لبني إسرائيل: إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة، قالوا: أتتخذنا هزواً؟